بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام، وكان الكلام في العنوان السادس اليوم الموعود في القرآن. تحت هذا العنوان سنذكر عدة موارد قرآنية تشير إلى اليوم الموعود وما يتعلق باليوم الموعود من مقدمات، من شروط، من أشراط، من شخصيات، من أحداث، من وقائع. ودخلنا في بعض الموارد، بعض الشواهد، وأعطينا لكل مورد عنوانا. فقلنا الخلافة الإلهية ووراثة العبد الصالح وغيبة عيسى وظهور عيسى عليه السلام والتمكين في الأرض. ووصلنا إلى العنوان الخامس، ودخلنا أيضا في العنوان الخامس، وهو أي في الشاهد الخامس، في المورد الخامس، في المورد القرآني الخامس، في الشاهد القرآني الخامس، قلنا قوم يحبهم الله ويحبونه. تحت هذا العنوان قلنا قال الغفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا الشاهد القرآني عدة آيات، عدة مقتبسات من آيات من سورة المائدة. تحت هذا ذكرنا بعض الكلام وبعض النكت والالتفاتات فيما يخص هذا الشاهد القرآني. أقول أولا نهى الله سبحانه وتعالى عن ولاء وولاية الكافرين، واعتبر ولايتهم ردة وردة، ولعلمه سبحانه بوقوع الارتداد منهم فقد حذرهم ونهاهم عن ولاية الكافرين وولاء الكافرين. إذا نهاهم عن هذا الولاء الباطل للكافرين لغير أولياء الله، وبين لهم أن الله تعالى سيبدوهم بقوم خير منهم يحبهم ويحبونه. لا ننسى أشرنا أيضا سابقا قلنا الخطاب إلى المؤمنين. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، بعد هذا قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، وأشرنا إلى هذا الأمر. ومن هنا قلنا من هذا النص القرآني اقتبسنا عنوان قوم يحبهم الله ويحبونه. ثانيا الخطاب في الآية موجه للمؤمنين والتحذير لهم من الارتداد المتوقع منهم، وظاهر الكلام يدل على أن الخطاب شامل للصحابة مورد الخطاب، كما أنه يشمل باقي المؤمنين في باقي الأزمان إلى يومنا الحاضر وإلى اليوم الموعود ودولة العدل الموعودة. ثالثا الوعد بالتبديل، الله سبحانه وتعالى هددهم بأن يبدلهم، بأن يأتي بغيرهم، بأن يأتي بخير منهم. يقول أقول ثالثا الوعد بالتبديل والإبدال، الوعد بالتبديل والإبدال وظهور الأبدال بالمعنى الظاهر من النص القرآني لا يشترط فيه المزامنة والملاصقة بين البديل والمبدل به، ولهذا وردت فيهم أقوال عديدة تشير إلى أقوام مختلفة وفي أزمان متعددة. يعني لعدم الاشتراط نجد بأن المفسرين، بأن العلماء أتوا بأقوال مختلفة وفهموا هذا المعنى واستظهروا عدة معاني من هذا النص القرآني. وطبعا ضمن المعاني ما يشير إلى
أقوام غير الصحابة، ما يشير إلى أوقات وأزمان غير زمن الصحابة وغير زمن صدر الإسلام. وعليه يقال أن التبديل والإبدال إما أنه لم يتحقق أصلا وسيتحقق لاحقا، إما أنه لم يتحقق أصلا أو أنه تحقق ويتحقق، وأن تطبيقاته تبقى فاعلة على طول الزمان إلى اليوم الموعود. ويشير لذلك ويدل عليه ما فهمه العلماء والأمراء بعد سنين طوال. فمثلا الخليفة الأموي الراشد العادل عمر بن عبد العزيز عليه السلام، وبعد وفاة الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم 80 عاما تقريبا أو أكثر، استفهم عمر عن أحباب الله عن الأبدال، استفهم عمر عن أحباب الله الأبدال، ودعا الله تعالى أن يكون منهم، كما في تفسير الطبري قال عن محمد بن كعب القرظي أن عمر بن عبد العزيز الخليفة، أنا أقول الخليفة الأموي العادل رضي الله عنه عليه السلام، أرسل إليه، أي أرسل إلى من؟ إلى محمد بن كعب القرظي. هذا محمد بن كعب القرظي يقول أن عمر بن عبد العزيز أرسل إليه يوما وهو أمير، وهو أمير المدينة، أي عمر بن عبد العزيز كان أميرا على المدينة، يقول أرسل إليه يوما، أي أرسل إلى القرظي يوما وهو أمير المدينة، أي عمر أمير المدينة، يسأله عن ذلك، أرسل إليه وسأله عن ذلك أو يسأله عن هذه الآية، فقال محمد أي القرظي، فقال محمد يأتي الله بقوم إلى آخره، وهم، يقول محمد يفسر يقول وهم أهل اليمن، وهم أهل اليمن. قال عمر رضي الله عنه، أي عمر بن عبد العزيز، قال عمر يا ليتني منهم. فأجاب محمد القرظي، قال محمد القرظي، قال القرظي آمين.